السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي مع بعض الأسئلة الخاصة بالشابتر 2. أول مجموعة من الأسئلة True and False Questions. أول سؤال بيقول لي The first two classes of a frequency distribution are من 5 ل 9 و 10 ل 14. The class boundaries of the first class are 4.5 and 9.5. هل ده صح ولا غلط؟ في الأسئلة اللي زي دي، طب تعالى نبص مع بعض الكلاسز والباوندريز بتاعتها بتتحسب ازاي. في المثال بتاعنا بيقول لي ان عندي two classes، عندي من 5، سوري، عندي من 5 الى 9، وعندي من 10 الى 14. ايه الخمسة وايه التسعة وايه العشرة وايه الاربعتاشر؟ دول بالنسبة لي هي الليميتس. دي بالنسبة لي اول كلاس ودي تاني كلاس. اوكي، الخمسة هي اللور ليميت بتاع الكلاس، والتسعة هي الابر ليميت بتاع الكلاس، وكذلك العشرة والاربعتاشر. لما اجي اجيب الباوندريز، الباوندريز ما باخدش اللور ليميت يبقى هو ده الباوندري. لا، انا باخد بنزل عن اللور ليميت بنص درجة، بنص وحدة، وبطلع عن الابر ليميت بنص درجة، وبالتالي هنا الباوندريز بتاعتي بتكون 4.5 الى 9.5. ولو جيت اجيب الباوندريز هنا لازم يكون الباوندري بتاع الكلاس دي بيبدأ بالباوندري بتاع الكلاس اللي قبليها، يعني هيكون هنا 9.5، وده منطقي لان هنزل عن العشرة نص درجة الى 14.5. تمام. طيب يبقى هنا في المثال بتاعنا بيقول لي بالنسبة لأول كلاس هل الباوندريز بتاعتها هي 4.5 و9.5؟ فطبعا الإجابة بتاعتنا ترو. تمام. بالنسبة للسؤال الثاني بيقول لي the class width for the following data with 6 classes is 6. في عندي رول، في عندي قانون على طول نحاول نفتكره مع بعض بتاع الكلاس ويت. القانون بتاع الكلاس ويت بيقول لي ايه؟ بيقول لي اعلى قيمه ناقص اقل قيمه على عدد الكلاسز، اعلى قيمه ناقص اقل قيمه على عدد الكلاسز. البيانات عندي هنا مش تابيوليتد، مش محطوطه في جدول، وبالتالي لازم اجري بعيني بسرعه اجيب اعلى قيمه هي هنا 72، واجيب اقل قيمه اللي هي هنا 42، واطرحهم من بعض واقسم على عدد الكلاسز واشوف الكلام ده مظبوط ولا لا. تمام. فهنقول القانون كان بيقول class width بتساوي أعلى قيمة اللي هي كانت 72 ناقص أقل قيمة اللي هي 42 مقسومة على عدد الكلاسز. هنا القيمة 30 على 6 بتساوي 5، وبالتالي هنا الإجابة هتكون false. السؤال رقم 3 بيقول لي if the relative frequencies of class intervals of a distribution are 0.05, 0.10, x, 0.35 and 0.15 then the value of x is equal to 0.35. تعال نشوف الكلام ده صح ولا غلط، وتعال نحسبها مع بعض بالراحة. عندي هنا كام كلاس؟ عندي 1 2 3 4 5 classes. تعال نشوف ندمج ده مع المثال اللي فات علشان نحسبها. نقول بافتراض ان عندي classes من 5 الى 9، وعندي من 10 الى 14، نكمل عندي من 15 الى 19، وعندي من 20 الى 24، 1 2 3 4، وعندي من 25 الى 29. وبيقول لي ال relative frequencies بتاعتهم بتساوي 5 من 100، 1 من 10، 5 من 100، وهنا 1 من 10 أو 10 من 100، و x ده بافتراض، يعني أنا بحسب مثال، أوكي، و 35 من 100 و 15 من 100. الريلاتيف فريكونسي المفروض انا كنت بحسبه ازاي؟ تعال نفتكر بنحسبه ازاي. الريلاتيف فريكونسي
لما بيكون عندي فريكونسي اساسي موجود في كل كلاس، ولنفرض مثلا عدد الطلبه الموجود في الفتره من 5 ل 9 سي بتساوي 4، وعدد الطلبه الموجوده في الانترفل من 10 الى 14 او في الكلاس من 10 ل 14 سي 6، او هنا بقى خلينا نحسب هنا مظبوط يبقى كده 8، تمام، وهكذا. بشوف التوتال بتاعهم كام، المجموع بتاعهم السميشن بتاعهم في الاخر التوتال بتاعهم كام، وبقسم كل فريكوينسي بتاع كلاس، يبقى الكلاس فريكوينسي بقسمه على التوتال فريكوينسيز، فبجيب الريليتيف فريكوينسي، يعني ده بيساوي الاربعة على التوتال ده، وده هنا اسف هي دي 10%، دي بتساوي التمانية على التوتال ده، وهكذا. طيب يبقى المفروض الصح ايه؟ المفروض الصح انه مجموع دول كلهم مقسوم على المجموع بتاعهم ده نفسه بتساوي واحد، لان ده المجموع، ده الاجمالي وده الاجمالي، وبالتالي التوتال بتاع الريليتيف فريكونسيز لازم يساوي الواحد الصحيح. يعني بمعنى اصح هنا علشان نجيب قيمة اكس المظبوطة هنقول واحد ناقص، وهفتح قوس وهجمع كل الباقي ده، يعني المكمل للواحد الصحيح، هقول 5% زائد 10% زائد 0.35 زائد 0.15. المفروض هنا لو جينا نجمع دول كلهم هيطلع 1 ناقص 0.65، يعني هيكون 0.35، فبالتالي الإجابة بتاعتنا هنا هتكون true. السؤال اللي بعده: The frequency table of a certain data is given in the following table. عندي الـ frequency table، مش relative، frequency table لداتا معينة جاية بالجدول ده. طيب الـ relative frequency بقى بتاع الـ class من 0 ل 9 اللي هي أول class بيقول إن هو بيساوي 20%، مظبوط الكلام ده ولا لأ؟ نرجع تاني للقانون بتاع relative frequency. هنا قلنا إيه؟ قلنا relative frequency دي بتتحسب الفريكونسي مقسوم على التوتال فريكونسيز بتاع كل الكلاسز، وبالتالي في المثال بتاعنا هنا، في المثال بتاعنا هنا لازم لما يجي لي سؤال زي ده اجمع كل الفريكونسيز اشوف التوتال فريكونسيز كام، وبعدين علشان اجيب الريليتيف فريكونسي بتاع كلاس معينه هقسم الفريكونسي بتاع الكلاس دي على ايه؟ على ايه؟ نصحصح شويه نركز. قلنا هنجيب التوتال بتاع الفريكوينسيز وهقسم كل فريكوينسي بتاع كلاس مقسوم على التوتال فريكوينسيز بتاع كل الكلاسز، تمام. طيب نجمع ده سريعا، عندي 2 و5 و3 و7 و3، يبقى هقول لما اجي اجاوب الاجابه المثلى للسؤال ده انا هحسبها مع نفسي، هقول التوتال فريكوينسيز ده بيساوي 2 و5 و3، هجمعهم 2 زائد 5 زائد 3 زائد 7 زائد 3، ده بيساوي كام؟ 3 و7 10 و3 13، 13 و7 20، ده التوتال. علشان اجيب الريليتيف فريكوانسي بتاع اي كلاس من دول هاخد الفريكوانسي بتاعه واقسمه على التوتال. هنا بيكلمني على اول كلاس من 0 ل 9، فهاخد 2، هيكون الناتج بتاعي 2، يبقى ده الـ relative frequency بتاع الكلاس من 0 إلى 9، ده هيساوي 2 اللي هي الـ frequency بتاعها مقسوم على الـ 20، يعني هيساوي 1/10 أو 10%. هنا بيقول لي 20، وبالتالي الإجابة بتاعتي هنا هتكون false. نخش للنوع التاني من الأسئلة multiple choice questions. بيقول لي let the total frequency of a distribution is 15. total frequency of a distribution بيساوي 15. if the relative frequency of a class of this distribution is 4/10 then the frequency of this class is. طيب تعال نشوف العلاقة العكسية. أنا قلت relative frequency بيساوي الفريكونسي بتاعت الكلاس نفسها مقسومة على التوتال،
طيب لما يبقى عندي العكس، عندي total frequencies 15 والrelative frequency بتاع الكلاس جايبهولي. طيب تعال بقى نشوف نفكر فيها ازاي. نحط القانون، الrelative frequency، الrelative frequency هيساوي الفريكوانسي بتاع الكلاس نفسها، يبقى الكلاس frequency مقسوم على التوتال frequencies كلها. تمام، الrelative frequency هنا بيقول لي 40 من 100 هيساوي الإجمالي بتاعي 15، والقيمة المجهولة هي الفريكوانسي بتاعت الكلاس نفسها. هضرب ده في ده طرفين في وسطين، قلنا ده بيساوي 15 في 0.40 هيساوي 6، وبالتالي الإجابة المظبوطة بتاعتي هتكون هي number A. السؤال اللي بعده بيقول لي What is the frequency of the class من 80 ل 89 for the given commutative frequency table؟ طالما بيكلمني عن commutative frequency لازم أخد بالي كويس جدا إن الفريكوانسيز المكتوبة قدامي ما هي إلا تجميع كل كلاس، يعني أول كلاس هو ده الفريكوانسي المظبوط بتاعها فقط، تاني كلاس هو عبارة عن الفريكوانسي بتاع الكلاس مجموع عليه الفريكوانسي اللي قبله، وبالتالي لو عاوز اجيب القيمه بتاعت ال 70 هنا less than 70، لو عاوز اجيب الانترفل اللي هي من اول 61 او من اول ال 60 بمعنى اصح، من اول 60 لحد 69 هقول 7 ناقص 3، ولو عاوز اجيب الكاتيجوري اللي من اول 70 لحد 79 اللي هي لحد اقل من 80 هقول 19 ناقص 7 ناقص مجموع اللي قبليها اللي هو ناقص 4 ناقص 3 وهكذا، يعني اللي هي 7. تمام، تعال نكتب الكلام ده كده بالراحة ونشوف ممكن يتعمل ازاي. بيقول لي less than 60 less than 70 less than 80 less than 90 less than 100، والcumulative frequencies بتاعتي كانت كام؟ كانت 3 7 19 3 7 19 27 و 30. هو عاوز كام؟ مهتم بأنهي فئة؟ مهتم بالفئة اللي هي من 80 إلى 89. من 80 إلى 89 يعني ما وصلناش لل 90، فإحنا بنتكلم في السب كلاس أو في الكلاس الأقل من ال 90 اللي هي less than 90. less than 90 زي ما اتفقنا قلنا هنجيبها إزاي؟ هنشوف الـ cumulative frequency بتاعها ناقص الـ previous cumulative frequency، فهيجيب لي الكلاس اللي بتكلم عنها تحديدا اللي هي من 80 إلى 89، وبالتالي علشان نجيبها الفريكونسي بتاعها هيساوي 27 ناقص 19 يبقى الإجابة 8، يبقى choice number A. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي find the original data for the stem and leaf plot. حلو جدا، نراجع سريعا على إيه هو الـ stem and leaf plot. stem and leaf plot ده طريقة من طرق الـ tabulation، طريقة من طرق إن أنا أحط الـ raw data في شكل جدول. فلو أنا عندي data عبارة عن زي مثلا 10 11 15 17 25 45 70 وهكذا، وعاوز أحط الـ data دي في شكل table، بطريقة الـ stem and leaf بعمل إيه؟ بقسم الحاجات دي كلها، عارفين طريقة يعني هو يعني واخدينها من شكل الشجرة، الغصن والفرع، الغصن والفرع، فهو الـ stem and leaf. الـ stem هنا بالنسبة لي بعتبر إن الخانة الكبيرة، يعني لو بنتكلم في digits مثلا فبنتكلم في أول digit وتاني digit، الـ digit بتاعت الـ tens هنا هاخدها هي دي الـ stem، هحط الواحد في جدول وأقول والله ده هنا بالنسبة لي الـ stem، وهنا الـ leaf بتاعتي كام؟ واحد معاها ايه؟ معاها زيرو ومعاها واحد ومعاها خمسة
ومعاها 7 والاتنين كغصن جديد أقدر أحط جنب منه في الداتا بتاعتي هنا 5، والأربعة كغصن جديد أقدر أحط معاها 5، والسبعة أقدر أحط معاها 0. وبالتالي الداتا اللي قدامي دي قدرت ألخصها كلها في شكل الجدول ده، عبارة عن أغصان متفرع منها فروع. ده طريقة الستيم اند ليف. فأول ما أشوف المنظر ده، لو جالي تيبل زي ده وقال لي هات الداتا بتاعتك، هاخد كل خانة من هنا وهاخد ديجيت معاها من هنا، وهعتبر إن ده بيان من البيانات، دي observation. وبالتالي فيها عندي هنا 10 وفي 11 15 17 25 45 و 70. نرجع للمثال بتاعنا، بيقول لي الستيم اند ليف اللي قدامك ده، الداتا دي هي ايه؟ ايه هي الداتا الاصليه، الاوريجينال داتا اللي اتعمل منها الجدول ده؟ بنفس الطريقه هاخد الغصن ده همشيه مره مع الفرع ده او مع الورقه دي ومع الورقه دي وهكذا، وده مع الورقه دي ومع الورقه دي، وبالتالي هقول هنا 15 16 22 24 30 31. نشوف هنا فين 15 16 22 15 16 22 24، يبقى مش هي دي، يبقى بنتكلم في هي دي. تعال نشوف 15 16 22 24 30 31 كده مظبوط. ده 15 16 23، لا ما عنديش هنا 23 خالص، مفيش 2 مفيش معاه 3 فده مفيش. وهنا برضو 22 23، هاي فين 22 24؟ فده برضو غلط، وبالتالي الاوبشن او الاختيار بتاعي الصح هو نمبر بي. اخر سؤال، given the following frequency distribution، بما ان عندي يعني بافتراض ان عندي ال frequency distribution ده، number of students whose age is less than 19.5 is equal to كام؟ نفكر فيها، ندي ثانية كده نفكر، نحاول نبص عليها. خد بالك هو هنا حاطط لي ايه؟ حاطط لي الباوندريز، حاطط لي الباوندريز، مش حاطط لي الليميتس بتاعة الكلاس. يعني اقدر اكتب الكلاسز دي بدلالة ايه؟ بدلالة الليميتس نفسها. احنا قلنا بنجيب الباوندريز ازاي؟ بنجيب الباوندريز ان احنا بنقل نص درجة او نص وحدة قياس عن اللور ليميت وبنزود نص على الابر ليميت، وبالتالي اقدر اترجم دي في شكل من 10 ل 14، واقدر اترجم دي في شكل من 15 الى 19، واقدر اترجم دي في شكل من 20 الى 24 وهكذا. تمام، هو هنا مسهلها لي خالص، بيقول انا عاوز الاقل من 19 ونص، دي ايكوال تو كام؟ فهاخد كل ما يخص الكاتيجوري دي او الكلاس دي مع الكلاس دي واجمعهم مع بعض، كاني بجيب كوميوليتيف. كلمه less than يبقى كاني بجيب cumulative frequency، فبجمع الستة مع التمانية فهيبقى الناتج بتاعي الأمثل هو رقم 14. تمام، طيب سريعا نبص على الأسئلة بتاعتنا كده نشوف استفدنا إيه منها. هنا بيقول لي طريقة الباوندريز وعرفناها، الباوندريز بجيب اللور ليميت بنقص عنه نص والأبر ليميت بزود عنه نص علشان أجيب الباوندري بتاعت كل كلاس. سريعا الكلاس ويدث، القانون بتاعها بيقول لي لو عندك داتا ما هيش تابيوليتد هات اعلى قيمه، اطرح منها اقل قيمه واقسم على عدد الكلاسز يطلع لك الكلاس ويدث. بالنسبه للريليتيف فريكوينسيز في اي ديستريبيوشن، قلنا ان هي تعبر عن probability لاي ديستريبيوشن، واجمالي البروبابيلتيز لاي ديستريبيوشن لازم يساوي الواحد الصحيح، وبالتالي علشان اجيب قيمه ناقصه هجيب المكمل للواحد الصحيح، هقول واحد ناقص باقي الريليتيف فريكوانسيز عشان خاطر اجيب قيمه الاكس. وهنا بيقول الريليتيف فريكوانسي، نرجع تاني نفتكر الريليتيف فريكوانسي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن الفريكوانسي الخاصه بكل كلاس مقسومه على توتال فريكوانسيز لكل الكلاسز. تمام، هنا مديني الريليتيف فريكوانسي وما كانش مديلي الفريكوانسي نفسها، مديلي التوتال ومديلي الريلاتيف فريكوانسي، فبعوض في القانون بتاعي اللي بيقول لي الريلاتيف فريكوانسي بتساوي الفريكوانسي بتاعه الكلاس او الكلاس فريكوانسي مقسوم على التوتال فريكوانسيز، بعوض في القانون واطلع القيمه. هنا بيكلمني على الكوميوليتيف ديستريبيوشن
او الكوميوليتيف فريكوانسي اسف، تمام، وان علشان اجيب فريكوانسي بتاعه اي كلاس لازم بجيب الكوميوليتيف فريكوانسي ناقص الكوميوليتيف فريكوانسي اللي قبليها، تمام. ستيم اند ليف، بعتبر ان كل واحده من دول هي عباره عن ستيم، كانها غصن متفرع منه اوراق، بجمع الغصن على اوراقه وبحط الارقام بتاعتي، فعندي الواحد والخمسه 15، الواحد والسته 16، وهكذا. وهنا كان بيقول لي عاوز عدد الطلبه اللي اعمارهم اقل من قيمه معينه، فبجيب القيمه وبجمع الكوميوليتيف فريكوانسي بتاعها. وبكده نكون خلصنا الجزء التاني.